شهر رمضان المبارك وفي أجواء رمضانية مميزة تعيش مدينة دير الزور الأجواء الرمضانية، حيث يجتمع الأهل والجيران على أرصفة المنازل يتبادلون الأحاديث بحضرة كأس من الشاي الديرية، وعلى طاولة السمر في المقاهي والمطاعم ومحال المثلجات والحلويات تنسج حكايات رمضانية قوامها فرحة بلقاء أحبة وحنين لآخرين لم يعودوا بعد. رمضان الشغلات اللي افتقدناها بالحصار، اللي ما كنا نشوفها بالحصار. أسعد يعني مثلا نشوف بياع العرق سوس، بياع ما كنا نشوفها هاي 3 سنين حصار خالص، ما كنا نشوف الأمور هاي. وبشكل عام رجعت الأمور الضوئية، الكهرباء ما شاء الله معبية البلد، السهرات الرمضانية موجودة ما شاء الله. يعني السهرات رجعت، أجواء رمضانية رجعت، أيام الإفطار والعزائم مع العائلات ومع الأقارب ولمتنا رجعت مثل قبل، والسحور والسهرات والطلعات مع الشباب، ورمضان كريم ينعاد على الجميع وعلى سوريا بألف خير يا رب. رمضان المبارك اللي جمع الأسرة وجمع شمل العالم كلهم هنا، وألف الحمد لله. قاعدين والجو حلو، وما شاء الله السنة يعني ما شاء الله رمضان خير على الكل إن شاء الله، والجو حيل حلو السنة إن شاء الله، الحمد لله الحمد لله على كل شيء. تعود دير الزور لزهوتها وألقها، نشوف اليوم إحنا أحاديث المساء ونشوف الزيارات ونشوف المشاوير ونشوف الأماسي الحلوة الجميلة. الحقيقة اليوم أبناء دير الزور يستعيدون الأيام الماضية ويعيشون ألقها ويعيشون ذكرياتها. دير الزور رجعت الأجواء مثل ما كانت، العالم يعني عندنا وجبات سحور وجبات فطور، العالم تجي تتسلى تضيع وقتها. الحمد لله الأيام كل يوم عن يوم أخا متحسن، والأجواء كل يوم عن يوم أخا متحسن، والسنة هاي أفضل من السنة الماضية، وإن شاء الله السنة الجاية أحسن من السنة هاي تكون. ورجعت الأيام ونقعد الشباب والتمينة واجتمعنا مثل أول وأحسن إن شاء الله. أجواء حلوة وجميلة، مبارك علينا وعليكم رمضان. يعني رجعت اللمة مثل الأولي، إحنا وهالشباب زملائي، طبعا إحنا كنا بنفس المكان العمل بالجامعة، وقعدة حلوة وشوفت عينك، يعني الناس مبسوطة وفرحانة. الحمد لله رجعت الدير ورجعت أجواء رمضان ورجعت اللمة شوفت عينك، بهمت شباب الجيش العربي السوري. رمضان كريم علينا وعليكم. أجواء بدير الزور، أجواء رمضان تختلف عن كل محافظات سورية، لأنها أجواء شعبية وطبيعية. الألفة والمحبة تغلف ليالي رمضان بدير الزور، والتي تشهد عودة لنمط الحياة الطبيعية، لتؤكد أن عروس الفرات تظل متفردة بتميزها القائم على المحبة وكرم الضيافة والانتماء للأرض والوطن.